ليك إذا مفكرني رح أهدى في حال ضليت قاعد هون، فبتكون غلطان. بعرف أنت من دم ولحم يوسف، وكمان ورتان الغضب من أبوك. منيح خليتني أهدى شوي، وهلأ خليني روح. ما فيني أمنعك أصلاً، بس بدي إياك تتعلم تتصرف بحكمة وبعقلك. أوعك الغضب يسيطر عليك، بهيك وضع ما في عقل. قتلوا أخي فؤاد غدر، وأنا رح أقتلهم اليوم أو بكرة، ما بتفرق. مو فكرت للحظة لو كانوا هن فعلا اللي قتلوا أخوك، كانوا ما حطوه بسيارة بنتهم؟ مو هن حطوه أصلا، أكيد في حدا حطه ليخليني أوصل لرفعت، وبعرف مين. شرف داغستان لي ليضمن أني رح أقتل رفعت بكرة. وهلأ فهمت علي؟ ما يا ابني اسمعني، أنا مو من مبارح جيت على هي الدنيا. بعدين ما تفكر انه بهي السهوله في حدا بيقدر يقنعه لهاد. انا تعلمت الصبر بحياتي من تجاربي، وانت شو؟ انت الرجال المجروح ولا اللي الحقد مالي قلبه؟ الاثنين سوا. ما بيصير الاثنين سوا، لانه الشيء اللي له احتمالين بهالدنيا ما إله معنى. لازم تختار. إذا كنت صبور عن جد بتطلع من هالباب وقت اللي أنا بقرره بتضل عايش، وإذا خليت حقدك يسيطر عليك بتصير بيدق بهاللعبة. افتح شوف شو مكتوب. قماشك ظريف بس خياطتك سيئة يا ابني. الخياط الشاطر بيسجل كل القياسات لما بده يخيط أي قطعة، ما بيمشي الحال تخيط عن النظار. قصدك أنا غلطان؟ طالما وثقت فيني كل هالقد وإجيت لهون وأمنتني على الجسة، ما تسأل، خلي الخياط يشتغل. راها قال نظموا موضوع الدفن، رح يغطوا على القصة. قل لهم تمام، إذا قدرت تحل هي المشكلة بدون تدخل الشرطة بيكون أحسن بالنسبة لك. جا انت؟ بيه. انت جديد هون؟ لا، لي زمان. ليش قاعد هيك؟ وليش عم تبكي؟ وتطلع على وشك وصيخ، شوف حالك، الدموع عم تفتح طرقات بوشك الوصيخ. بس لو كان في مي، مي سخنة. هن ما بيخلوني اتحمم، وبعدين بيضربوني لأنه ريحتي بشعة. بيقولوا لي اتحمم وما بيخلوني فوت وبيضربوني. مين؟ ليكن اجوا، لا تخليهم يسمعوك. انت من وقت ما اجيت ما تحممت ابدا؟ تعرف ليش فرحت كتير لما جابوني لهون؟ لأنك رح تقدر تتحمم؟ أتعلم المي من 5 شهور مشان الفواتير. لا بدي أتحمم بعد. لا بدي أتحمم بعد. خلص على دورك. هلا بعد. لا أنت لا تغير. ما تفهم أنت. خلص بعد. هلا بعد.
انت فاهم؟ فؤاد طمني يا فؤاد، مبسوط بالمي؟ كثير مبسوط اخي، كثير. فؤاد طمني يا فؤاد، مبسوط بالمي؟ كثير مبسوط اخي، كثير. فؤاد تركنا يا روحي، لا تبكي، خلاص خلاص اركبي الباص وتعي، يلا حاش تبكي، ماشي؟ رح خليهم يدفعوا الثمن. أنا رح حاسب الفاعل، لا تقلقي. يلا ناطرك. غراب، لو سمحت خلي الطبيب الشرعي يشوف رفيقك ويشخص حالته مشان ما يبقى في أي وضع مشبوه، خلي كل شيء واضح من الأول لو سمحت.